بالفعل الاهلي كيان ومكان في اهل وعشره ام عمر، والاغنيه دي لما اتلعبت في الاستاد مع انتهاء اللقاء الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري، الحقيقه كانت حاجه عظيمه جدا، وخصوصا واحنا سامعينها على لقطات ولا اجمل. كان من خلالها طبعا لعيبه النادي الاهلي بيحتفلوا بهذا الانتصار الكبير. فكره ان احنا نقعد نتفرج على ماتش مهم زي ده اكيد يعني طبعا ليها شعفتها وليها حاجات حلوه كتير، لكن لما يكون اللي قاعد بيتفرج نجم سابق من نجوم النادي الاهلي، لا اكيد رؤيته مختلفه، عينه بتروح لحاجات مش بالضروره احنا كجماهير عاديه عيننا تروح لها. واعتقد الى حد كبير الكلام ده ينطبق على ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده، كابتن ضياء عبد الصمد نجم النادي الاهلي السابق. اهلا بيك معانا ومليون مبروك يا كابتن ضياء. صباح الفل، صباح النصر بقى، صباح النصر عن جداره في البدايه. صباح النصر. يعني خلينا نقول ان بجد يوم الجمعه كان في مكاسب كتيره جدا للكره المصريه، وكان في مكاسب طبعا للنادي الاهلي. النادي الاهلي احنا الحمد لله حققنا الفوز اداء ونتيجه، وعوده نادي الاهلي مره ثانيه وعوده الروح وعوده الانسجام وعوده اللعيبه لمستواها، كل ده مكسب. مكسب كمان طبعا لكولر كمدير فني جديد. الصعيد الاخر لما نيجي نقول مكسب للكره المصريه او مكسب لمصر، احنا شفنا بجد اداء محترم من جماهير الاهلي والزمالك، شفنا لقطات حلوه منها لقطه مؤمن زكريا، شفنا كل احترام ما بين اللعيبه الى حد كبير. يعني خلينا نبدأ من النقطة دي قبل ما نخش لتفاصيل المباراة. أنا لقيت كان مشهد يقول فعلا أن الكرة المصرية بقت بخير، بداية من الجمهور، من التنظيم، من شكل جمهور أهلي وزمالك قاعدين جنب بعض. طبعا مفيش حاجة تعكر صفو المباراة تماما، شكلا وأداء وحتى في الآخر بالنتيجة. دي أول حاجة. تاني حاجة لقيت يمكن في النهاية، هبدأ بالنهاية، حتة شيكابالا مع مؤمن كنت لازم أتكلم لقطة فيها ديت. دي لقطة جميلة جدا، وبالإضافة لوجود كابتن سيد حفيظ برضو مع شيكابالا ومؤمن. دي حاجة بتعكس إن جوه حاجة وبره حاجة تانية. يعني أنا ممكن يبقى ليا أصدقاء في نادي الزمالك بعد ما بخلص مباراتي معاهم وبقى ماتش سخن جدا، وسواء النتيجة بالسلب أو بالإيجاب، بخلص خلاص بعد المباراه منتهيه، احنا بقينا اصحاب واصدقاء، ودي حاجه انتهت. دي اللي احنا افتقدناه الفتره اللي فاتت دي انا وعند كريم، بين الجماهير وبين بعضها، بقينا ندخل في حتت مش بتاعتنا كمصريين ولا بتاعتنا كجمهور. واوجاد الضغينه، يعني اوجاد الضغينه حتى لا السوشيال ميديا كمان بتتكلم في حاجات وبتكبر حاجات كتيره جدا، بتعمل ضغينه بين اللعيبه وبين بعضها. طبعا فده للاسف يعني تلاشنا في الامارات، حسن التنظيم والشكل والمنظر اللي خرجت بيه المباراه حاجه تشرف جدا جدا مصر، وحاجه تقول فعلا ان احنا يا ريت نكمل على الوتيره دي من حيث انتهينا مباراه الاهلي والزمالك. حلو قوي. طب ده بالنسبه للقاء بشكل عام. بالنسبه بقى للنادي الاهلي بصفه خاصه، وحضرتك بتتابع احداث وفعاليات هذا اللقاء، كنت مبسوط من ايه؟ اكتر حاجات اسعدتك فعلا وانت بتتابع النادي الاهلي تحديدا؟ انا كنت سعيد جدا من الاهلي في الفتره اللي فاتت، مش من مباراه الزمالك، لا بدايه من الاتحاد المنستيري، المباراتين اللي اتلعبوا، مرورا بمباراه الاسماعيلي، مرورا بمباراه اسوان. يمكن اكتر مباراه ساعدتني جدا 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 وقلت ان شكل الاهلي هيتغير على يعني بدايه الموسم، مباراه الاسماعيلي الطايم الاولاني. انا شفت كره سريعه، شفت خطوط متقاربه جدا جدا جدا، شفت المساحات والمسافات بين اللعيبه مش واسعه، شفت تغطيه عكسيه كويسه جدا، شفت اداء وروح. بدات اشم رائحه ال 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 النادي الاهلي بتاع 15 سنه و10 سنين ورا. حته الانفعال اللي موجوده، الوتيره دي قلت شويه، في انسجام، والدليل على كده ثبات التشكيل. انت لما تبص تشكيل الاهلي من بدايه من ماتش الاتحاد المنستيري لغايه ماتش الزمالك، تقريبا اللي بيتغير واحد او اثنين، ولظروف اصابه او ظروف ملعب. شادي مع شريف، واذا كان ديانج اتغير ولعب السوليه، نفس التشكيل هو هو، مفيش تغيير تماما الا في ماتش اسوان. اكاد اكون يعني مستر كولر قال عايز ادخل اثنين ثلاثه بالاضافه للمجموعه اللي هو مركز عليها، وده يعني فكر لحد عايز يثبت تشكيل. والدليل الشكل والاداء لنادي الاهلي مختلف تماما عما سبق، في انسجام، في روح، في تاكتكس بيحصل، في واجبات انا كمدير فني بحس انها موجوده، والولاد يعني اللعيبه بتطبقها صح. كل واحد بيلعب على قده وفي حتته وفي مكانه. الدليل على الكلام دوت
زي ما بقول لك الخطوط متقاربه جدا، ما فيش يعني مش عايز اقول عشوائيه في في لاقوا بيلاقوا بعض بسهوله. في حته كويسه قوي كريم مش عارف الناس واخده بالها منها ولا لا، عندك عبد القادر وعندك سافيو وعندك مين الثالث شريف او شادي بالاضافه لطاهر. بتكلم على ما تعرفيش الهجوم يعني ما تعرفيش يعني هو مين بيلعب وينج رايت، مين بيلعب وينج ليفت، مين بيلعب مركز 10. دي كويسه جدا يعني. سافيو في ماتش الاسماعيلي انا شايفه ناحيه الرايت، ما كملش دقيقه ونص لقيته ناحيه الليفت، لقيت طاهر هو اللي بيلعب مركز 10، ولقيت عبد القادر في ناحيه اليمين. هو مين بيلعب فين مع ايه؟ الحته دي انا متاكد ان هم اشتغلوا عليها كويس جدا، لان دي بتعمل ربكه غير عاديه، وانا كنت بلعب راجل ليبرو وعارف دي كويسه جدا. دي بتربكنا احنا كمتابعين ما بالك الفريق، لكن كمدافع انت مش عارف مين صحيح فيه. دي خصوصا ان الزمالك بدا أصلاً. لا دي صح، بس هو زي ما تقال كده كولر ليه خطته يعني. الزمالك شفناه من البدايه لعب بطريقه دفاعيه جدا، او خطه كانت دفاعيه. كولر قدر باللي حضرتك بتقوله ده ان هو يخترق الخطه الدفاعيه وبسهوله يعني، حتى احنا ما تعبناش، ما اتحرقش دمنا، ما قلناش هو ايه لا خالص. فده ذكاء او دي بوادر كويسه قوي بصراحه لمارسيل كولر. هي حته مش متعود عليها فيريرا يمكن، او الجمهور ان مين بيلعب فين. انا بلعب مثلا، انا بلعب بشمالي، بلعب الطبيعي دلوقتي بتلعب في حته الرايت عشان لما اقرا يعني برقص او بدخل بشمالي عندي عندي صلاحيه اكتر للتسديد على المرمى. هو انا متاكد ان هو عمل البالانس دوت، مين قريب من الكوره والناحيه الثانيه يبقى موجود مين. حتى لو حد حتى لو سافيو دخل لجوه دايركت على طول ممكن تلاقي عبد القادر اللي بقى ناحيه الشمال او اليمين، والعكس صحيح. ده معناه ان كولر عارف تماما امكانيات كل لاعب، عارف مركزه وعارف بيعمل ايه وعارف ده التوظيف الصح يا كريم. على فكره انا يعني ضد ان اللي يقول مستر كولر جه في فتره مش مناسبه، لا انا بعتبرها مناسبه فنيا. بمعنى اختار لعيبته، كان ممكن يدعم بشكل كبير ويقول لا انا محتاج ويصر ان انا محتاج اتنين مركز اتنين ثلاثة. لا هو شاف اللعيبه، متاكد ان هو شاف فيديوهات كتير جدا، وكان العرض من سامي يعني انا متاكد ان هو حاجه محترمه جدا، لانه اداله داتا كويسه جدا بالنسبه لكل الفرقه. انت ايه اللي دخل على النادي الاهلي جديد في التشكيل؟ هو واحد بس بالاضافه للاثنين اللي بنتكلم عليهم اكرم ومتولي. هو سافيو بس اللي يعتبر جديد على الفرقه. ايوه اكرم اصابه، متولي طبعا. هنقول فنيا كان فاقد الثقه، خد ربنا كرمه ركب بقى يعني وتد للمكان ده اللي انا كنت بطالب فيه، وكنت اتمنى ان مركز الليبرو او السيرد باك يبقى فيه اتنين تقال جدا جدا جدا. متولي دلوقتي حاطط رجل على رجل ويقول انا موجود ومش هنزل منه تاني. بس وجود لاعب مميز في مركزه، وجود بديل بنفس القدر من الجاهزيه لنفس اللاعب في نفس المركز، هل ده صعب مساله يعني ماموريه الروتيشن اللي المفروض يلجا لها المدير الفني في بعض الاحيان، جاهزيه الاساسي والبديل؟ الروتيشن في المكان ده كريم صعب جدا. المكان ده لازم لو رجعت بمر السنين كده، انا بكلمك على مركز بعينه، بكلمك على المبدا نفسه، المبدا في اماكن تانيه. لما يبقى عندك الفريق اللي في يعني الملعب زي نفس قدر جاهزيه البدلاء، دي هي حاجه طبعا لطيفه ومطمئنه، بس صعبه شويه على المدير الفني على فكره. اكيد اكيد بتبقى صعبه، لكن هي من في اريحيه من جوه. بمعنى انا لو عندي مثلا متولي زي عبد المنعم عنده ظروف مثلا الماتش الجاي ممكن ما يلعبش مثلا لفتره معينه. أيوه. تمام، لو البديل فعلا على نفس مستوى عبد المنعم انا هبقى مستريح جدا داخليا. لكن حته نفسيا بقى ان اللاعب يتقبل انه قاعد وانه مفيش مشكله، ده مش وقتي، لكن لما انا هاخد هركب مفيش مشكله بالنسبه لي، هي دي المشكله الصعبه جدا اللي لازم المعادله الصعبه مع المدير الفني تحديدا. الكلمه دي انا قلتها قبل كده في لقاء مع حضرتك قبل كده برضه يعني، كان كابتن محمد حشيش موجود وكان كابتن جوهري موجود، وكابتن حشيش كان شيء وقتها بيلعب اساسي. بس تقعد مع حشيش تتكلم معاه يقول لك انا احسن ليبرو في مصر. ليه؟ كابتن جوري يقول له ده مش وقتك، ده مش مباراتك، دي دي دي. فهو قاعد متقبل، هو مقتنع جدا ان دي مش بتاعته. وانا بذكر بقول دي فعلا انا كنت سمعتها، قال لك انا احسن ليبرو في مصر، وحشيش فعلا من احسن الليبرات اللي كانت موجوده في مصر وقتها، بس ما كانش الوقت دوت بتاعه. لكن قناعه كابتن جوهري لمحمد حشيش في الوقت دوت، واقتناع محمد حشيش بالكلام اللي بيقوله كابتن جوهري، ودي حته مهمه جدا يمكن بعض المديرين الفنيه او الاجهزه بتفتقدها، ان انا اقعد اتكلم مع اللعيب اللي مستواه قريب جدا من اللعيب اللي بيلعب. لما يكون مستواه قريب جدا لازم اتكلم معاه،
علشان ما نزلوش. صحيح. ولازم انا طبعا. نفسيا ومعنويا بتفرق كتير جدا بالنسبه للعيب دوت. انا متاكد ان مستر كولر شغال على الحته دي كويس جدا 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 مع كابتن سامي حفيظ مع كابتن سامي، ان اللي بره نفسيا او معنويا ما فيش مشكله زيه زي اللي جوه، لكن اللي جوه ده هو اللي راكب وهي الكره كده. طالما انت راكب هتاخد عادي جدا، مفيش مشكله، ما يجي دورك وتركب، انا مفيش مشكله بالنسبه لي. فانا متاكد ان شغالين جدا على الحته ديت، والدليل زي ما بقول لك ان الكره اللي بتشوفها دلوقتي في النادي الاهلي كره سريعه لا تحتمل الاحتفاظ، لا تحتمل انك انت ممكن في 3 4 ثواني 5 ثواني بتوصل لمرمى الخصم. ويمكن انا قلت مش برضو في فقره معاك انا وانت ان احنا محتاجين فراوده كتير، محتاجين الحته اللي قدام دي تبقى زياده شويه، لان اي فريق هيلاعبك بنسبه 100% بينزل عايز ياخد منك بونت، فبيقفل كويس جدا. طب فانت محتاج زياده في الحته دي بحلول مختلفه اللي بيها تقدر تخترق اي فرقه ممكن تلعبك. وهتشوف الكلام دوت في ماتش الداخليه، يعني يوم الاربعاء هتشوف الكلام اللي بقول دوت. بس افتكرني يا كريم، بس هنلاقي الحلول. ان شاء الله ان شاء الله نلاقي الحلول باذن الله، يعني ان شاء الله نلاقي الحلول باذن الله. طيب تعالى بقى نتكلم شويه تفصيلات صغيره كده برضو كابتن ضياء. فكره العوده من الاصابات اللي كانت عندنا، يعني متوليه واكرم توفيق، واكرم توفيق كمان تحديدا لو هتكلم عنه حاجه يعني ولا اروع بجد. والله العظيم اداء فوق المحترم فعلا على الارض. وغير بقى الصفقات اللي هي انا بسميها عوده الاصابه دي في حد ذاته، لما اللاعب بيرجع لك بكامل لياقته ده صفقه في حد ذاتها. كمان بقى الصفقات الجديده اصلا، وفكره هنا برونو سافيو وتقل الدم اللي حصل في اول ما الصفقه جت، يعني انا اصلا صريحه فانت كان تقل دم، يعني ما ضحكتنيش بصراحه التعليقات اللي كانت من ناس تاني. هرجع اقول لا يصح تاريخهم ان هم يتحدثوا بهذا الشكل يعني، والحكم مسبقا عن لاعب بشكل لا منطقي وان بروفيشنال بطريقه كبيرة جدا اللي شفناها. أنا أعتقد الرد كان على الملعب، وقلت الكلام ده في الانترو بتاعنا، كان رائع منه. يعني أنت بتيجي ترد رد على الملعب. فشوف إزاي صفقاتنا الجديدة تحديدا كمان مش من ناحية حلوين أو وحشين، على الملعب كلاعب شفته إزاي وأداء فني. والجول كمان بتاع برونو سافيو أنا عايزة أقف مع حضرتك عليه شوية. يعني الكلام حق لكل واحد عايز يتكلم، وأنا كراجل مشاهد أو كراجل بتابع حق ليا اسمع اللي عايز اسمعه. في كلام بصراحه بيبقى غير منطقي، بس يعني بضيع وقتي. بقول لك حاجه، انا بحترم جدا 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 الكلام اللي بيتقال في برنامج 10 الصبح. بمعنى انت قلتي الزمالك واثرتي واتكلمتي في حته الزمالك وقلتي نادي الزمالك كان فيه وفيه 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 بعض البرامج لبعض القنوات، حتى مش هقول مسميات، لكن ما بيذكروش اسم النادي الاهلي ولا بيتكلموا يقول لك الخصم ال 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 ال، لكن الشفافيه والثقه والامانه بتقتضي ان احنا لما بنناقش موضوع بنجيبه برمته كله. انا فعلا الخصم الوحيد او المنافس القوي للنادي الاهلي هو الزمالك، مش هنقول بيراميدز ولا مع الاحترام لكل انديه الاقاليم اذا كانت مثلا او المحافظات اسماعيليه اتحاد مصري، مع الاحترام الكامل ليهم، لكن المنافس الوحيد طبعا للاهلي الزمالك، والعكس بالزبط. صحيح. طالما انت بتتكلم بمنطقيه انت ما بتغلطش عمرك، ما بتغلط. انا بستغرب قوي يعني، انا بستغرب جدا يا واندي، يعني بيقولوا كلام غريب جدا فعلا. انت قلت كلمه حلوه دلوقتي، سافيو الراجل قال عليه، او الناس اللي قالت تناولت الموضوع دوت في كل مواقع السوشيال ميديا او الاخ، يعني الراجل ده مش هي صفقه مش كويسه، الراجل ده ما ينفعش يبتدي، الراجل ده ما ينفعش يشتغل، الراجل ده لازم يقعد احتياطي، الراجل ده صفقه فاشله. طب يا جماعه انا في ايه؟ طب خلوا رايكم بقى. يعني هل لو كان من جنسيه ثانيه، لو ما كانش برازيلي، كان هيبقى الكلام اللي بيتقال عليه اول ما جه بالكثافه دي؟ هو الوحيد البرازيلي يا كريم اللي جه في مصر من فتره وكان ليه يعني هنقول شكل نوعا ما، كان لعيب اللي بيلعب في بيراميدز، أنا مش فاكر اسمه إيه دلوقتي، لكن هو ده الوحيد اللي كان يعتبر برازيلي حريف. سافيو لعيب حريف على فكرة، وزي ما بقول لك هو متوظف كويس قوي قوي قوي. بمعنى لو سافيو توظف في حتة غير الحتة اللي بيشتغل فيها دلوقتي، الأريحية في بعض المديرين الفنيين بيقول لك أنا مش محتاج هنا توظيف أو محتاج مكان أنت تبقى مستقر بيه، أنا محتاج في المكان دوت، في المكان ده التلاتة دول أنتوا أحرار، مين في اليمين مين في الشمال مين في النص، دي ما تفرقش كتير معايا، لكن يفرق التوازن بين الطرفين مع الراجل اللي بيلعب مركز 10. طيب انا اسف جدا لمقاطعتك، بس احنا لازم نطلع حالا فاصل، خلينا نقف عند النقطه دي ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا منها. اتفضل.
حديثنا لسه مستمر مع كابتن ضياء عبد الصمد، وبنتكلم عن كل بقى الكواليس والنقاط المهمه اللي شفناها في ماتش السوبر طبعا الجمعه اللي فاتت، وكمان ماتش الداخليه خلاص قدامنا يعني يمكن يومين ثلاثه، يوم الاربعاء تحديدا، فاكيد برضو عايزين نتكلم مع حضرتك فيها. بس عشان نقفل السؤال اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل عن الصفقات الجديده وفي نفس الوقت الغيابات او الاصابات اللي كانت عندنا وعودتهم مره ثانيه، سواء محمود متولي او اكرم توفيق، والتالق بتاع اكرم تحديدا لو هنقف هنا، والجول برضو كنت عايزه حضرتك دور التعليق على الجول بتاع سافيو، لان البعض شايفه رائع جدا والبعض قال لك يا عم بقى ده عادي يعني كانت ضربه حظ، برضو مش ممكن. لا 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 يا حاجه يعني بص لو عملت ايه هتقدر. انا شايفه بامانه هو جول كويس جدا، ليه رؤيه جداً. ليه رؤيه هو هو طبعا. هو بص على عواد و طبعا قطم ما بصش لا ده قطم يعني. ما بصش تاني في دي طبعا. دي برضو مش هيلاحظها كريم غير حد بتاع كوره يعني انه يعمل دي وبعدين يقطم وبعدين من غير ما يبص يعملها دايركت على طول، دي هو هو شايف المرمى وشايف عواد واقف فين طبعا، ومتوقع على فكره حته انه يقطع من الباص اه جاي غلط وكل حاجه، لكن انه يتوقع الباص بالشكل ده ويخش في المنطقه دي ويعدي واحده ويقطم الثانيه ويحطها مباشره، دي شكلها طبعا هو لعيب كويس في المكان ده. اللحظه اللي ركن فيها الكوره كمان كانت لحظه وقوف مدافع الزمالك قدام عواد، ده مفيش حد كبير عواد مش شايف. أيوة كمان أيوة أيوة لا يعني ذكاء مركب هو طبعا يعني أقول. مش هقول بقى يعني هو لا هي خدمته، لان هي الكوره كده ما هو هي لازم طبعا مفيش جول هيجي من غير خطا. احلى من بعض اللقطه بتاعت برونو سافيو واللقطه بتاعت الاسيست بتاع طاهر. لا بص طاهر طاهر وعبد القادر انا بعتبر ان هم يعني بدايه بقى التقدم، بدايه التقدم الصح، او بدايه مش هقول عوده من عدم الثقه، لا بدايه ان هم خلاص بقت في اريحيه بالنسبه لهم، في ثقه ان هم هيلعبوا يعني. اكتشاف بالظبط، انا كلمه كويسه جدا، هي اعاده اكتشاف صحيحه جدا بالنسبه لهم. ده بالاضافه لان سافيو زي ما بقول لك مع حته الروتيشن اللي بتحصل جوه الخط ده بالذات، انا عايزك تلاحظها دي يا كريم لما تيجي تتفرج على مباراه النادي الاهلي، الثلاثه بيتغيروا ما تعرفش مين بيلعب وينج رايت وين وينج ليفت، مين بوزيشن بتاع 10 او مركز 10 ما تعرفش مين. على فكره حتى الكلام ده ينطبق حتى على كريم فؤاد، يعني تحس ان كريم فؤاد بقى وينج اكتر ما هو في الدفاع يعني كان. طب هقول لك حاجه، ما ده يعتبر اكتشاف، انت شايف كريم في المكان ده اكتشاف انه يكمل في الحته دي، انا متاكد انه واخد تعليمات، لان ممكن ياخد تعليمات ما تزيدش على ال 18 وتقف. لا انت على فكره الماتش لو كان كمل كمان 5 دقائق او كمان 10 دقائق انا كنت متاكد الاهلي ممكن يزود السكور، ده مش امتهان او يقول لا، دي حاجه ان الكوره ماشيه مع الاهلي كويس قوي، اللعيبه فايقه، اللعيبه بتنفذ، كل واحد بيطلع اقصى طاقه عنده فنيه تكتيكيه ذهنيه في المباراه. انا شايف ان 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 الحاله دي ارجو يا كريم وبخايف جدا 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 بعد كل بطوله وكل فوز كبير بيبقى فيه اخفاق قليل، اتمنى ان نفس المستوى اللي شفته في ماتش الاسماعيلي والماتشين بتوع الاتحاد المنستيري الاقيه، مش عايز اتكلم في اسوان، لان زي ما بقول لك كان ممكن هو بيفكر يزود المجموعه اللي عايز يعتمد عليها في ماتش اسوان، بيحس ان يبقى ماتش رسمي وماتش بثلاثه بونت ازود المجموعه دي. اتمنى ان في ماتش الداخليه الاقي اللي شفته في ماتش الاسماعيلي، اللي شفته في المباراتين بتوع الاتحاد المنستيري في تصفيات، اللي شفته في بعض فترات من ماتش اسوان، مش كل ماتش اسوان، اللي شفته في نادي الزمالك، لان طبيعي ده طبيعي في الكوره، خدت بطوله كبيره، كسبت مباراه كبيره، عامل اداء كويس، شكل واداء ومتعه ومكسب، يحصل اخفاق خفيف، لان احنا كلاعيبه مصريه للاسف 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 الثالثه اهي متعودين وكفايه اسف كده، مش عايزين اسف تاني ان شاء الله، ما فيش اسف تاني باذن الله. بس انا بقول لك اتمنى في ماتش الداخليه لو ربنا كرمنا وعملنا اداء كويس ونتيجه، انا بقول لك من دلوقتي اهو احنا ربنا يكرمنا هنمشي كويس جدا 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 بدايه من مباراه الداخليه الجايه ان شاء الله. طيب تعالى بقى مسيو نروح كده على الدوري. حلوه مسيو دي جميل جميل احنا برنامج انترناشونال برنامج عالمي. نرجع بقى كده للدوري ومباراه الداخليه ويوم الاربعاء باذن الله، يعني خلينا نبدا كده ونشوف فكره اصلا ان زي ما احنا كنا بنتكلم الفريق يرجع قال لك يلا على التدريب على طول، ما فيش وقت، فرحنا خلاص في الطياره نرجع بقى على التدريب، عندنا مباراه مهمه وبدايه المشوار، احنا لسه بدري، احنا لسه في البدايه طبعا، عندنا مباراه مهمه وعندنا يعني مشوار طويل كله صعب، مش هنقول في حاجه سهله ابدا. الداخليه يمكن مؤخرا برضو الاداء بتاعها اختلف بشكل كبير، انا بشوف ان معظم الفرق محليا عندنا فعلا تطور في الاداء
رائع جدا. سيبك من الصفقات، مش ده المقياس، بس في تطوير بيحصل. فخليني اروح مع حضرتك ونقرا كده المشهد ازاي برضو بين ان شاء الله الاهلي والداخليه يوم الاربعاء. زي ما قلت الراجل ده فكر في حاجه كويسه جدا برضو، مش عارف الناس واخده بالها منها ولا لا. بدايه هو عامل اليوم الكامل للعيبه، يعني كان بيجيب اللعيبه من الساعه مثلا 8 الصبح او 8 الا ربع، وكان بيحدد التايمنج بالظبط، ويمشوا مثلا 8 بالليل 9 بالليل بعد التمرين على النوم بالظبط، يعني عامل معسكر مفتوح، انا موجود، فطار غدا عشاء، فيديو، تاكتكس بيشتغل عليه، الفه، انسجام بين اللعيبه وبين بعضها. صحيح. حتى اللعيبه اللي لسه داخله على النادي الاهلي او الخمسه سته اللي هم جم بقى في انسجام خلاص، ما فيش اساسي واحتياطي او ناس موجوده جديده او قديمه. ده بالاضافه للروح اللي اتعملت، وانا متاكد ان اللعيبه متقبله اللي بيعمله كله، ودي بتفرق زي ما بقول لك، يعني الحته اللي بيتكلم فيها الجهاز الفني او مستر كوره مع اللعيبه، اللعيبه متقبلاها. أيوه. طريقه التمرين انا واثق ان هم فرحانين او مبسوطين بالشكل وبالطريقه بتاعه التدريب ونوعيه التدريب دي، هم مبسوطين ومقتنعين بيها جدا. انا الشاهد عندي في الكلام دوت الاداء اللي بشوفه في الملعب. مباراه الداخليه اتمنى ان ما يتمش تغيير فيها الا في اقصى الحدود، يعني اذا كان عبد المنعم هيبقى بره اوكي لظروف معينه، يبقى البديل بتاعه اذا كان مثلا ياسر او هو هيشوف مين الاجهز ويتحط بنفس تشكيل مباراه الزمالك. التشكيل زي ما قلت لك كان في الثلاث مباريات او الاربع مباريات ثابت، ما اتغيرش غير شريف وشادي، ولما ديانج اتعور السوليه لعب مكانه جنب حمدي، خلصت بقى التشكيل ثابت وفي انسجام بين اللعيبه وبين بعضها، وما حسيناش حتى بغياب اليو ديانج الى حد مش هتحس بيه، لان هما الثلاثه بامانه الله كويسين جدا جنب بعض. طبعا اي اثنين بيلعبوا، اي اثنين بيلعبوا من الثلاثه دول انا بيبقى فيه مطمن. وفي نفس الوقت انا شايف ان انسب طريقه او انسب تشكيل للنادي الاهلي في الفتره دي هي دي 4 2 3 1، مع الوضع في الاعتبار ان الثلاثه اللي تحت الفيرود سواء شادي او شريف، ان الثلاثه دول بيتغيروا اماكنهم ومحدش عارف مين بيلعب فين. ولا هنعرفه ولا هتقولها ولا تقول لهم ولا تقول لهم يا كريم بعد اذن ده سر، بقول لك ولا حد يعرف حاجه خالص. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان فعلا واضحه جدا، وهم حفظوا خلاص، بداوا يحفظوا، واللي هيخش هيبقى في اضيق الحدود، هيبقى سهل جدا تسعه يشيلوا واحد يحفظ الواحد ده، يحفظ نفس اللي كانوا بيشتغلوا عليه. لكن لو عملنا اكتر من كده انا على ما اعتقد ممكن تلاقي اللي اتعمل في ماتش اسوان ويحصل دروب، وانا اتمنى ان انا ما اشوفوش تماما في الماتش الاهلي. والله العظيم نورتنا يا كابتن زياد، والله ربنا يخليك بجد، والله العظيم كانت فقره جميله، وحابه ان حضرتك كنت معانا بعد كمان مكسب كبير يعني وبطوله الحمد لله، وقلنا عليها وكان عندنا ثقه الحمد لله، قلنا يعني السوبر في الجزيره وقد كانت، وشفنا اداء وشفنا نتيجه حلوه مرضيه جدا سو فار. ان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي ونشوفك قريب باذن الله يا كابتن زياد. شكرا لك، نورت الدنيا كلها، وان شاء الله نلتقي على خير في اقرب فرصه باذن الله. وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات، وبمجرد العوده من هذا الفاصل نهاوند هتكون مستضيفه دكتورة دينا أبو سعود، وحوار يهم كتير جدا من حضراتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله، خليكم معنا.